اهلا مره تانية بكل مستخدمي كاتب دوت كوم. النهارده حابب اشرح لكم نموذج جديد اسمه اهتمامات الجمهور. الحقيقه ان النموذج ده بقاله فتره بيطلب مننا من بعض المستخدمين، واخيرا النموذج ده بقى متاح حاليا على كاتب دوت كوم تقدر تستخدمه. الفكره ببساطه في النموذج ده انه بيساعدك تعرف الجمهور المستهدف للمنتج او الخدمه اللي انت بتسوقها. كل اللي عليك انك بتدخل على النموذج اسمه اهتمامات الجمهور، بتكتب اسم المنتج، نبذة بسيطة عنه سواء بالعربي او بالانجليزي ايا كان، وبعد كده بتحدد عدد الاقتراحات اللي انت عايزها، وبيطلع لك هنا الجمهور الامثل باهتماماته وشريحته العمرية والجنس بتاعه. فخلونا نجرب نعمل ده مع بعض دلوقتي. هنجرب ندخل على موقع زي امازون وناخد منتج من المنتجات الموجودة فيه ونجرب نشوف الجمهور الامثل ليها. احنا بننسخ عنوان المنتج، بنضيفه هنا في العنوان، وبعد كده بنضيفه في اسم المنتج، كمان بننسخ الوصف. لو الوصف غير متاح تقدر تكتبه انت بنفسك، او لو موجود وانت حابب تسوق المنتج ده ممكن تاخده من هنا. طبعا ممكن نكتفي بالجزء ده، هنضيفه هنا زي ما بقولنا، بنحدد عدد الاقتراحات واللغة، وبعد كده بندوس اقترح، وخلال ثواني الجمهور او الاهتمامات بتاعته بتبتدي تظهر لك بالشكل ده. زي ما انت شايف هنا اقترح عليك 3 اقتراحات ممكن تستخدمهم كاقتراحات اولية لانشاء اعلانك على السوشيال ميديا على ايا كانت المنصة. هنا الجنس ذكر او انثى، العمر من 18 ل 35 سنة، الاهتمامات التصوير الفوتوغرافي، التكنولوجيا، السفر. دول 3 اقتراحات تقدر تاخدهم وتبني عليهم الكامبين بتاعتك او الحملة الاعلانية بتاعتك على الفيسبوك او اي منصة اعلانية تانية. كمان ممكن لو انت اللغة العربية بالنسبة لك، طبعا هي مش هتبقى متاحة في الاهتمامات موجودة في الفيسبوك، فممكن تغير اللغة الانجليزية وتعيد تاني انشاء او الحصول على اقتراحات وهتطلع لك الاهتمامات باللغة الانجليزية. النموذج ده هيساعدك ان انت تحسن من جودة اعلاناتك وتحسن من استهدافك، تحقق مبيعات اكتر وارباح اكتر عن طريق اعلانات السوشيال ميديا.